دلوقتي في حاجة، أنا مثلا حد يجي والله لا تاكل والله لا تشرب، ما ممكن ما ياكلش ولا يشرب، دي حاجة. طيب الحاجة التانية إن أنا كان في جار تحت زعلانة منه حلف ما ادخلش بيته، فأنا دخلت بيته وقلت والله ما داخلة بيته، ودخلت غصب عني عشان في شغل كده. فدلوقتي إيه، وعايزة أعرف فاضل صلاة الضحى في رمضان، وأنا ست ما بعرفش أقرأ قرآن، بس بقرأ كله والله واحد 100 مرة، وأسبح والحمد لله ونعمة وفضل، وربنا يرضي عننا إن شاء الله. اولا ربنا يبارك لك يا ام مصطفى ويجازيكي كل خير، كفايه روحك الحلوه دي. انا بصي يا ام مصطفى عايزه اسالك في حاجه، انت لما حلفتي انك مش داخله بيت جارك، يعني ايه اللي كسر الحلفان او ايه اللي حصل عشان بس نبقى عارفين معلومه شويه عن الموضوع؟ عن الحلفان، فانا عايزه اعرف الكفاره، هل ان انا اطبخ اوزع اكل، ولا ادي الحاجه نيه والناس تطبخ في بيتها، لو انا عايزه اعمل كفاره اليمين. طيب ام مصطفى بس كنت بسالك في حاجه، انت كنت متخاصمه مع جارك فانت كسرتي حلفانك علشان ترضيه؟ لا انا ما خصمتوش، كنت بكلمه بره بس ما ادخلش بيته. تمام، فانا دخلت بيته. طيب تمام يا ام مصطفى، شكرا يا ام مصطفى. فانا عايزه اعرف كفاره اليمين، هل ان انا اعمل اكل اوزعه اكل، ولا ادي نيه هم يطبخوا في بيتهم؟ حاضر يا ام مصطفى، حاضر، شكرا ليك، شكرا. اول حاجه اللي هي حلفان، لما حد يحلف عليك والله لا انت واكل وانت تبقى مش عايز تاكل، هو في يعني هذا يعني كما رضى عن السيده عائشه رضي الله عنها، انه ان يقول الانسان لا والله بلا والله، والله لا تاكل والله لا تشرب، هذه في بعض الاحيان لا تسمى يمينا منعقده. اما اليمين المنعقده اللي هو الانسان بيعمل ايه، يحلف على شيء قاصدا، اللي هو والله لتفعلن هذا الامر. انما اللي احنا الامور اللي تعودنا عليها انه طب والله لتاكل والله لتشرب ونحو ذلك هو الاحسن، ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم. الانسان لا يستعمل هذا اللفظ الا في موضعه وفي محله، فمن كان حالفا فليحلف بالله وليكن صادقا. هذا امر. الامر الثاني بالنسبه لمساله انه هي اقسمت ان هي لن تدخل يعني بيت صاحبتها ونحو ذلك او جارتها ونحو ذلك، هذا قسم، هي هذا ليس مثل الأول. هنا ده مقصود. نعم، هي قصدت هذا الشيء. وورد في حديث من نظر أن يطع الله فليطع، ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه. معناه الإنسان لو أقسم مثلا ألا، يعني أقسم عقد اليمين على ألا يصل رحمه، أو على ألا يفعل هذا الخير، ما يقولش خلاص أنا حلفت، لا، يقع فيه ويكفر عنه ويفعل هذا الخير ولا يمنع نفسه منه، يعني ليه كفارة برغم ان هو قاوم حاجة كانت شر بيعملها. نعم، الكفارة بتكون ايه بقى؟ وبعدين هنا كمان على حسب، هل هو يمين يعني مطلق ولا مقيد؟ يعني ايه مثلا، قد واحد يقول لك انا اقسمت والله لن ادخل بيته اليوم او هذا الاسبوع او هذه الايام، وده قيدها، فإذا مضت هذه المدة أو مضى هذا اليوم خلاص انتهى وما دخل ما وقع. أما لو قال والله لا أدخلن له بيتا، طب الناس في حاجة إلى التعاون والتزاور والتآلف والتحاب وما إلى ذلك، فعند ذلك وقع في يمينه، فينبغي عليه أن يصله وينبغي عليه أن يزوره بما لا يؤدي إلى ضرر ونحو ذلك، وعند هذا يكفر عن يمينه التي أقسم عليها. وكفارة اليمين أول شيء عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. عتق رقبة دي مش في حالنا الوقت خالص، مش موجودة حاليا بالزبط. بس إن حكمها باقي لم تنسى. تمام، قالوا عتق رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن عجز عند ذلك إطعام عندنا عتق، العتق ثم العتق أو الصيام أو الإطعام، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. يعني هي ممكن تصوم 3 أيام؟ ممكن تصوم وممكن أن تطعم. تطعم 10 مساكين. نعم، والإطعام هنا بتعمل إيه؟ لها أن تعطيهم القيمة، يعني الفلوس قيمة بالفلوس مقدار أو ما يغدي ويعشي. تمام، أو تعطيهم شيء ني كمان مقدار اللي هو اللي يكفيهم للغداء والعشاء، أو تفعل هي طعاما وتطعمه. تمام، هذا كله يعني جائز. أمر متاح. تمام، شكرا يا شيخ أحمد.